تحليل الشعب المغربي للذكرى 42 للمسيرة الخضراء المضفرة. أتشرف كأستاذة للغة العربية والثقافة المغربية بالمدرسة المغربية بكولومب بالاحتفال كما هو معهود بهذا الحدث التاريخي الذي يؤكد شرعية المغرب وحقوقه التاريخية في بسط سيادته على كافة ترابه بما فيه الصحراء المغربية، ويؤكد عهد الموصول الذي يجمع العرش بالشعب. كما أتوجه لكم بالتهاني وللشعب المغربي قاطبة راجية من الله عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والسلم والسلام وبمزيد من التقدم والازدهار والأمن الدائم. السلام عليكم، سميتي فدوى، كان عايش في فرنسا وانا جايه من فاس. اليوم جينا نحتفلوا بالمناسبه مسينا الصحراء المغربيه تبقى ديما مغربيه. السلام، انا سميتي يوس، انا تولدت في الرباط، انا دابا كنسكن في فرنسا. انا نحتفلوا بالمناسبه الصحراء الخضراء. السيدات جابوا لنا السفنج الملوي، اتاي الكاوكاو، واليوم وراو لينا شريط فيديو هضر على المسيره الخضراء. سميتي وصال من مدينه فاس، انا مغربيه، كنعيش هنا في كولومب وكنقرا في في المدرسه المغربيه تاع كولومب. بمناسبه المسيره الخضراء المعلمين داروا لنا حفله، كاين اتاي مغربي، كاين سفنج، كاين الحلاوه، والتلاميذ جاوا بالباس ريدي واستفدنا بالصحراء المغربية. السلام عليكم، عبد القادر القيسي، مدير المدرسة المغربية بكولومب ضواحي باريس. المدرسة ديالنا انتهزت اليوم هذه الفرصة ديال حلول عيد المسيرة الخضراء، واحتفلنا مع الوليدات ديالنا بهذه المناسبة الطيبة اللي كل مغربي ومغربية كيفتخر بها. ما كاينش حتى شي بيت مغربي اللي ما عندوش واحد من العائلة اللي ما شاركش في المسيرة الخضراء المضفرة. وبهذه المناسبة باسمي الخاص وباسم الزملاء ديالي الأساتذة والأستاذات والتلاميذ ديالنا ديال المدرسة المغربية والجمعية المغربية اللي كدير هذه المدرسة، كنقدموا أحر تهاني لجلالة الملك الله ينصره للشعب المغربي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. Je m'appelle Othman, je viens de Oujda au Maroc et j'habite à Colombes et je suis à l'école marocaine de Colombes. Aujourd'hui, on célèbre l'événement de la Marche verte.